أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في القسم الثاني من برنامج في المنتصف، والذي نناقش فيه ما تناولته الصحف فيما يتعلق بإصدار قرار من البرلمان العراقي بأوامر للحكومة بدراسة إخراج القوات الأجنبية من العراق. صحيفة التايمز تناولت هذا الشأن، نتابع ثم نستكمل الحوار. تحت عنوان الخروج من بغداد، قالت صحيفة التايمز إن على العراق أن يبتلع غضبه ويفكر مرة ثانية بقراره طرد القوات الأمريكية والبريطانية، لأن وجودهما هو قوة لبلد ضعيف. وجاء تعليق الصحيفة بعد قرار البرلمان العراقي بطرد القوات الأمريكية في أعقاب قتل الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس خارج مطار بغداد الدولي فجر الجمعة. وقالت الصحيفة إن غضب العراقيين على الوجود العسكري الغربي في بلادهم يتسرب منذ أشهر إلى الشوارع، وبعد مقتل سليماني فمن المتوقع أن يزيد الضغط على القوات الأمريكية والبريطانية من أجل حزم أمتعتهم والرحيل. وترى الصحيفة أن الغضب العراقي على القوات البريطانية والأمريكية نابع في جزء منه من الحكومة العراقية ورعاتها الإيرانيين. ولا تستبعد الصحيفة غضب العراقيين الحقيقي على قتل سليماني من خلال صواريخ هيلفاير في العراق فيما يعتبر خرقا للسيادة الدولية. وتحذر الصحيفة والحالة هذه من خروج متعجل للقوات الغربية، وأنه لن يكون جيدا للمواطنين العراقيين، بل وسيعطي الخروج سليماني نصرا ما بعد الموت، ويمنح إيران مفتاح السيطرة الكاملة لطهران والحرس الثوري وأتباعهما. ولن يكون الخروج المهين للقوات الأمريكية وحلفائها جيدا للمعركة ضد تنظيم الدولة، فلا تزال جمرات الجماعات الإرهابية تتوهج في جيوب من البلد. وتقول الصحيفة إن الجيش العراقي الذي شارك في تدريبه حوالي 400 مدرب بريطاني لا يقارن اليوم بانسحابه المهين من الموصل عام 2014، ولكنه لا يزال يعاني من مشاكل لتأكيد سلطته. وسيجد النقاد لحكومة عادل عبد المهدي والحركة الاحتجاجية على سوء الإدارة أنفسهم تحت رحمة عادل عبد المهدي وداعميه في إيران. وتقول الصحيفة إن التوسع الإيراني بالمنطقة هو جزء من حماية الأقليات الشيعية، ففي جوهرها كانت مهمة سليماني هي خلق ممر إلى البحر المتوسط، وفي جزء منها خلق الإمبراطورية الفارسية. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور يحيى الكبيسي، المحلل السياسي العراقي. دكتور يحيى، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا، مرحبا. أهلا بك دكتور يحيى. قرار من البرلمان العراقي بإخراج القوات الأجنبية من العراق، طبعا هذا القرار للحكومة لتدرس هذا القرار أولا ثم تقرر بعد ذلك. هذا القرار ما هي أهدافه الكاملة؟ لماذا جاء في هذا الوقت بالذات؟ يعني بداية نتأكد لك ولمشاهدي قناتكم. أهلا. يعني من يراجع المواقف سيكتشف أنه يعني ثمة أطراف داخل العراق، تحديدا هنا تحالف الفتح، يعني كان منذ اللحظة الأولى لما في مرحلة فيما بعد انتخابات عام 2018 يطالب برحيل القوات الأمريكية من العراق، وبالتالي ظل هذا الطرف الذي يمثل تحديدا ميليشيا الحشد الشعبي او الفصائل القريبه من ايران، يعني يصر على هذا المطلب في كل مره، ولكن لم يتقدم بمشروع قانون في مجلس النواب بهذا الاتجاه، تماما كما حصل في التصويت يوم امس الاول، لانه الجميع يعلم انه لا صلاحيه لمجلس النواب العراقي باتخاذ قرارات ملزمه للسلطه التنفيذيه. ولدينا أكثر من قرار من المحكمة الاتحادية ينص على أنه ليس من صلاحية مجلس النواب اتخاذ قرارات ملزمة للسلطة التنفيذية، وبالتالي من الناحية الدستورية ومن الناحية القانونية لا قيمة لهذا القرار الذي صدر. إذن من هو المخول لإصدار مثل هذا القرار دكتور يحيى؟ من المخول لإصدار قرار مثل هذا؟ هذا يعطي فكرة عن التلاعب الذي يقوم به هؤلاء في مجلس النواب، يعني يريدون إيهام الجمهور، تسويق فكرة أنهم مع يعني طرد القوات الأمريكية من العراق بالكامل، ولكنهم في الحقيقة يعني وفي الغرف الخلفية يقرون بأنهم ليس بإمكانهم ذلك، لأن خطر داعش ما زال يعني موجودا في العراق، ورحيل القوات الأمريكية ربما يعيد الزخم إلى هذا التنظيم. وبالتالي نحن أمام
نوع من يعني البروباغاندا التي يستخدمها مجلس النواب العراقي لهذا الاتجاه. الأمر الثاني المهم أنه الحكومة العراقية الحالية هي حكومة تصريف أمور يومية كما يصفها الدستور، وبالتالي هي يعني ليس من صلاحياتها دستوريا أن تتخذ قرارات مثل قرار سحب القوات الأمريكية من العراق، وهذا مأزق ثاني. يعني كيف تعطي لحكومة تصريف أمور يوميا صلاحية اتخاذ قرارات بهذا الشكل؟ أي ثالثا من يعني كان هناك تسريب لحديث رئيس مجلس النواب العراقي يعني يوم أمس يعني عن ما تحدث فيه في هذه الجلسة، وقال بالنص أن مجلس النواب يفوض صلاحياته لمجلس الوزراء، وهذه حقيقة يعني مجرد عبث، يعني لأنه ليس من حق مجلس النواب أن يفوض صلاحياته الدستورية للسلطة التنفيذية. يعني هذا يضرب فكرة الدستور، يضرب فكرة يعني الفصل بين السلطات، يضرب فكرة الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، وبالتالي كل ما يجري هو الحقيقة محاولة للضحك على الجمهور ليس أكثر. لكن بالتأكيد لا أحد يستطيع أن ينكر أن الجماعات القريبة من إيران أو التي لها علاقة عضوية مع إيران تحاول التصعيد يعني تنوع من الحرب بالنيابة، ولكن بما أنه ليس هناك قرار إيراني بالذهاب إلى الحرب، فأعتقد أن هذه الفصائل داخل العراق لن تستطيع أن تقوم بأي خطوة إلا بأوامر إيران. نعم. طيب، هل يعني هذا القرار الاستمرار في تمدد النفوذ الإيراني في العراق، وهل لإيران علاقة بهذا القرار بشكل أو بآخر؟ يعني لا أعتقد أن إيران بحاجة إلى أن تمدد نفوذها في العراق. يعني إيران متغولة بالكامل في العراق، ولا أعتقد أنه إمكانية لزيادة هذا التغول. يعني هذا من جهة. من جهة ثانية أنا أعتقد أنه أيضا لن يكون هناك قرار يعني حاسم بسحب القوات الأمريكية من العراق، يعني وبالتالي سيبقى هناك نوع من التحايل، كان يقال أننا سنطالب بسحب القوات المقاتلة مع بقاء القوات التي تقوم بتدريب القوات العراقية، وهذا أيضا يعني نوع من البروباغاندا الثاني، لأنه الجميع يعلم أنه لا الولايات المتحدة ولا العراق تقر بوجود قوات مقاتلة أمريكية في العراق، وجميعهم يتحدثون عن مدربين وعن يعني دعم لوجستي أكثر ما هو دعم قتالي. كيف سيتم التعامل مع العقوبات الأمريكية؟ هناك تهديد بعقوبات أمريكية في حال تم اتخاذ هذا القرار مشابهة للعقوبات المفروضة على إيران، كيف سيتم التعامل معها؟ لا أعتقد أنه هناك جدية حول هذا الموضوع. يعني هذا الموضوع بني على أساس تغريدة ترامب التي سحبها هو نفسه، ومن يستمع إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي والأطراف الأخرى سيعرف أنه لا إمكانية للذهاب إلى قضية عقوبات، لأنه الولايات المتحدة تعلم جيدا أنه انسحابها من العراق بالكامل سيعني أولا يعني ترك العراق لإيران بالكامل، هذا من جهة، ومن جهة ثانية هذا أيضا سيقوض الوضع الهش داخل العراق، وربما يعطي لداعش لتعود تشكل خطرا على المجتمع الدولي مرة ثانية، وبالتالي لا أعتقد أن الولايات المتحدة مستعدة لهكذا موقف. طيب دكتور يحيى، في سؤال أخير أختم معك به، قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق هل هو انتقام لمقتل سليماني أم تضليل للشارع العراقي؟ أولا ليس هناك قانون، هناك قرار، وهناك فرق كبير بين القانون والقرار، هذا أولا. الأمر الثاني أن الوجود الأمريكي في العراق حال الحالي مرتبط بأن العراق عضو في التحالف الدولي ضد الإرهاب الذي تشكل في سبتمبر عام 2014، وبالتالي يعني أي خروج للعراق من هذا التحالف سيعني أنه سيكون وحدة في مواجهة داعش، وهو غير قادر على ذلك. يعني لهذا أنا أتحدث يعني بشكل صريح عن أنه كل ما يجري هو بروباغاندا، هو محاولة من إيران لاستخدام هذا التهديد كوسيلة ضغط سياسية للحصول على مكاتب ليس أكثر. واضح، أشكرك جزيل الشكر دكتور يحيى الكبيسي المحلل السياسي العراقي، شكرا جزيلا لك على المشاركة. إذن أعزائي المشاهدين، نشرت صحيفة العربي الجديد تفاصيل عن العقوبات الأمريكية المتوقع فرضها على العراق في حال
قررت الحكومة العراقية إخراج القوات الأمريكية من العراق. نتابع هذا التقرير ثم نناقش الموضوع. في أول رد فعل أمريكي على قرار البرلمان العراقي بإلزام الحكومة إخراج القوات الأجنبية من البلاد، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتمال فرض عقوبات على العراق تفوق تلك المفروضة على إيران، وهو ما أكدته تقارير صحفية أمريكية قالت إن مسؤولين كبار في البيت الأبيض أعدوا قائمة للعقوبات المحتملة على العراق. وقال مستشار عراقي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بغداد بحديث مقتضب إنهم يتوقعون عقوبات مركزة في حال حدوثها، وهناك مؤشرات على جدية واشنطن في ذلك بحال أصر العراق على تنفيذ قرارات البرلمان. وأضاف المستشار للعرب الجديد طالبا عدم ذكر اسمه أن العقوبات ستبدأ من إنهاء إعفاء العراق من موضوع تعامله في شراء الكهرباء والغاز الإيراني، مرورا بوقف بيعه قطع الغيار والذخيرة للجيش العراقي الذي تبلغ أسلحته الأمريكية منها نحو 70% من ترسانته العامة، بما في ذلك مقاتلات F-18، كما يتوقع أن تطاول البنك المركزي العراقي عقوبات أيضا، فضلا عن بنوك أخرى مع عقوبات ستطاول عشرات الشخصيات السياسية والفصائلية في العراق. ورجح أن يتم استثناء أقليم كردستان من تلك العقوبات، حيث تسعى واشنطن إلى عزله عن المشهد العراقي السياسي والأمني بالوقت الحالي. وبحسب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي السابق حامد المطلق، فإن العراق سيدفع ثمنا باهظا في حال فرضت عليه عقوبات أمريكية، مؤكدا للعرب الجديد أن المؤسسة العسكرية ستتحمل العبء الأكبر جراء هذه العقوبات. وطالب القوى السياسية وحكومة تصريف الأعمال بالتفكير بعقلانية والعمل وفقا لمصلحة الشعب العراقي بعيدا عن مصالح الدول الأخرى، مبينا أن أي تدهور في الجانب الأمني سينعكس بالتأكيد على مجالات الحياة الأخرى كالسياحة والتصنيع. نستكمل الحديث حول القرار بإخراج القوات الأجنبية من العراق، وينضم إلي عبر الهاتف السيد محمد عويس المختص بالشأن الأمريكي. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. سيد محمد، تم الإعلان سابقا عن القضاء على تنظيم الدولة في العراق، ما هو المبرر الآن لوجود القوات الأمريكية والقوات الأجنبية في العراق حتى هذه اللحظة؟ يعني كانت القوات الأمريكية متواجدة على الأراضي العراقية قبل ولادة تنظيم الدولة، وقبل كثير من الأمور، وقبل بداية الثورة السورية. فلذلك يعني لا يوجد هناك أي علاقة بين قضاء تنظيم الدولة وعلى الوجود الأمريكي أو الوجود الأجنبي في العراق. ولكن تم يعني عقد قرار بإخراج القوات الأمريكية بعد 2008، ومن ثم خرجت في 2011 وعادت لموضوع تنظيم الدولة والقضاء عليه. لا ابدا، لم تخرج القوات الامريكيه، كانت اعاده موضع القوات الامريكيه، ولكن لم تخرج القوات الامريكيه من العراق. ويعني هناك عده قواعد عسكريه تشهد على ان القوات الامريكيه لم تخرج، وبنفس الوقت لم تخرج كذلك عصابات الحرس الثوري الاسلامي والحشد الشعبي، لم يخرجوا كذلك، لأن هؤلاء الشعبي يعني هم في نهاية الأمر قالوا أنه جزء من القوات العراقية، ولكن في حقيقة الأمر هم جزء من التركيبة الأمنية الاستخباراتية الإرهابية الإيرانية داخل العراق. علينا أن نتذكر أن الحشد الشعبي قام بقتل آلاف من العراقيين، وما زال حتى الآن يقوم بعمليات اغتيال داخل العراق. العراق يجب علينا ان يعني ان نعترف ان العراق لا يملك الامر ليس بيد العراق فيما يتعلق بالوجود الاجنبي على الاراضي العراقيه. يعني لا يوجد هناك قياده حقيقيه للدوله العراقيه الا من الممكن يعني الا داخل مجلس الوزراء، ولكن مجلس الوزراء العراقي وحتى الجيش العراقي غير قادر على إخراج أحد من العراق. طب إذا ما تم إصدار هذا القرار والموافقة عليه من الحكومة، كيف تتعامل الولايات المتحدة معه؟ هل من الممكن أن تفرض عقوبات كما تم التهديد بذلك بفرض عقوبات مشابهة لتلك العقوبات المفروضة على إيران؟
يعني شوف، يجب علينا كذلك أن لا نأخذ كل ما يقوله الرئيس الأمريكي بجدية، لأن الرئيس الأمريكي يعني يزايد كثيرا في كثير من الأمور، وهو يحكم الآن كما قال أمس، قال إنه يحكم بتويتر. لكن أنا برأيي أولا، يعني أنا قلت في بداية المقابلة أن العراق غير قادر على إخراج أحد من العراق، وإن طلب من القوات الأمريكية الخروج أنا برأيي لأنه لأن العراق ما زال يخضع في الفقرة السابعة من مجلس الأمن الدولي، وهم ما زالوا تقريبا تحت الاحتلال الأمريكي، فلذلك لن يستطيعوا إخراجهم من هناك. وإن ذهب إلى مجلس الأمن الدولي كان الولايات المتحدة الأمريكية استعمال حق الفيتو ضد أي قرار يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية الخروج من العراق. وكذلك هناك يعني الأمريكيون الآن يقضون في الحسبان من سيملأ الفراغ لو خرج أمريكا من هناك. المعروف أن إيران لها يعني آلاف من المسلحين داخل العراق، ومن الممكن أن يعني يذهب العراق إلى احتلال إيران، يجعل جميع الحدود من تركيا حتى لبنان، كل هذه الحدود عبر سوريا منطقة تماس بين إيران وبين الدول العربية، وأماكن كذلك التواجد الأمريكي في الخليج العربي، في الكويت وفي السعودية. نعم. طيب، القرار بإخراج القوات الأجنبية من العراق هل يأتي انتقاما لمقتل قاسم سليماني في العراق، أم هو تضليل للشارع العراقي الذي أصلا يرفض الهيمنة الإيرانية في العراق وخرج في حراكه رافضا لهذه الهيمنة؟ أولا، القرار كان قرارا إيرانيا. علينا أن نتذكر أن هناك عدة مكونات من البرلمان العراقي لم يكن موجودين، يعني وأخص بالذكر معظم أو جميع الكرد العراقيون الأعضاء في مجلس النواب لم يكونوا حاضرين، والسنة لم يكونوا حاضرين. كان هذا لا إيراني فقط لمناكفة أمريكا ولإثبات هيمنة النظام الإيراني على النظام العراق. ما زلنا الآن في مرحلة أنا برأيي هذه أدق وأخطر مرحلة على العراق منذ بداية المناوشات حتى من سنة 1991، لأن الآن يعني أي تحرك غلط، يعني أي خطأ ترتكبه أمريكا أو إيران في المنطقة سيعيد المنطقة إلى المربع الأول وإلى حروب طاحنة، يعني يكون الخاسر الأكبر فيها هو العربي وليس لا الإيراني ولا الأمريكي، لأن الحرب ستكون على أراضي عربية، والأرواح التي ستذهب في هذه المعركة ستكون أرواح عربية. وإيران الآن تهدد بضرب قواعد في الخليج وموانئ في الخليج ومدن في الخليج. من في الخليج؟ في الخليج هم عرب ومسلمون وليس أمريكيون. من الممكن أن يكون هناك 10 إلى 15 إلى 20 إلى 40 ألف جندي أمريكي في المنطقة، ولكن الأغلبية العظمى 99.99% من سكان المنطقة هم من العرب. يعني أنه سيدفع العراق ثمن المواجهة الأمريكية الإيرانية برأيك؟ العراق من المؤكد أن بعد هذه يعني بعد اغتيال سليماني، ويعني دعنا أن لا نقف عند اغتيال سليماني، ولكن سليماني كذلك وجماعة الحج الشعبي قاموا بقتل مقاول أمريكي وجرح 6 جنود أمريكيين قبل هذه العملية. الذي يعني الذي سيحدث الآن، أي حركة تتحرك فيها إيران يعني إذعانا لطلب أمريكا خروج من العراق سيكون هزيمة لإيران، وإيران غير مستعدة أن تعطي الأمريكيون نصرا، وبنفس الوقت الأمريكيون لن يعطوا إيران نصرا في العراق بانسحابهم من العراق. واضح. أنا برأيي هذا يؤزم، لا يؤزم الوضع بين أمريكا وإيران بل يؤزم وضع واستقلالية وسيادة العراق كدولة عربية.
وصلت الصورة. المختص بالشأن الأمريكي سيد محمد عويس، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا. إذن أعزائي المشاهدين، دعونا نتابع هذه الرسوم الكاريكاتورية التي جمعناها لكم من صحف عربية ومواقع إخبارية. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نأتي إلى نهاية برنامج في المنتصف، ولا يسعني إلا أن أشكر جميع من شاركنا في هذا البرنامج، والشكر موصول لكم أيضا أعزائي المشاهدين على طيب المتابعة. إلى اللقاء.